الطريق ديالنا غير هو كيه. سكيتيوي سكيتيوي ايوا لاباس عليك كلشي مليح، ماشي طريق البخاري. تحياتي طريق البخاري اللي عطيت دار ديك مقبول من عندي انا. نرجعوا عند سكيتيوي. سكيتيوي ايوا ماشي بزاف 4 0 عيقتي شويه صاحبي. قال لا حنا ضروري تعصبونا بزاف يتفرحونا اكثر من القياس، فرحونا غير شي جوج واحد واحد زيرو بزاف 4 صاحبي. حتى موهوب سجل، موهوب صار موهوبا في ضربة الجزاء اللي عجز عن تسجيلها حكيمي. مسكين حكيمي ولا يبقى فيا بوبريا، ولكن واعر واعر والله العظيم. وخا هو زعما هو كيبان كبير كيلعب مع الدراري الصغار، ولكن برافو وبالله. الوالده ديالو تما فرحانه في الملعب، غير داك الفرحه اللي فرحتي الوالده ديالك حتى حنا فرحتينا غير بالله. هدف واعر، القتال راه جداك والجراوات وكذا وكذا والتركيز وكذا. مشات التسرويله مشات برافو برافو. اما واحد الزلزول يعاود الزلزول يا خي ديالي، يعني اثبت انه يعني يقدر يسجل من نصف فرصه. هاد المره ما سجلش ولكن دار اسيست واعر، وفيه مجهود وفيه تمرير وفيه التقعات. وخا اخو مش عاود بوب 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 بوب. وبلال خنوس غادي نفقدوك بلال. اي شتي هذيك الصفرة غير زدتي عليك مسكين بلال. ولكن معليش، كاين خي النقاش، كاين خي كشطا، كاين القطاع الغيار، كلنا ثقة ان شاء الله. وخا هي 4 0 غادي غادي نفوحوا بها بزاف، غنبقاو نفوحوا عاود 3 ايام عاود. لا غا بن عمي ديالي ثبت نزل الارض اخي الجمهور اخي اللعابه اسكتيو يا طريق رجع للارض تكا فهمتي ولا. راه دائما ملي كيكون شي انتصار هكذا يعني مهم كتبعوا شويه ديال النفخه، كما وقعنا مع الارجنتين. راه غلبنا الارجنتين وما ادراك من الارجنتين، تخلعنا درت اوكرانيا داكشي اللي خصها دير، استغلت الفرصه. اذا دابا نصف النهائي غا بن عمي ديالي خصو يكون بثبات وبرصانه ورزانه. عرقتونا صاحبي، انا حتى الحسن كنت غادي نمشي عند الحسن، مشيت يلا سال الماتش مشيت لقيتو كيسد عاود. قال لي لا، قلت له داك النهار كنت معصب دابا، قال لي داك النهار معصب ما نخدمش، وملي كنكون فرحان اكثر من القياس ما نخدمش. قال لي غادي نمشي عند واحد سميتو عليه واحد فيات اونو، قال لي غادي نمشي ندير تيتستيتيت يمشي يفرح. شحال هذه هو مهموم مسكين تما مع الشعورات ديال البشر والمقاس تق 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 تق. قلت له معليش سير تفرح حتى الليل ونحسنوا ماشي مشكل. دابا حتى حنا غادي نفرحوا، انا غنسجل الفيديو وغادي نمشي دابا حتى انا نشوف واش كاين شي فرحه، واش كاين شي تزديت تزديت. ايش غدير؟ لان نصف النهائي غا بن عمي الاولمبياد، عاود انجاز تاريخي. انجاز تاريخي جدك، انا عاد تفكرته مع مروقع والله العظيم الى بيبه بالله. اي والله الجمهور، الجمهور المغربي في فرنسا اقسم بالله لا احبكم، احسن جمهور. الملعب عامر بن عمي ديالي والجمهور هكذا وداك الشيء النقاوة والستيليا جدك والحطة والسيفيزم. والله إلا برافو عليكم بالله. بقاو لنا الجيران ديالنا هوك غيكونوا معصبين شوية، ولكن دابا هما لا مازال فرحانين مع هذيك البوكسورة، مازال فرحانين معها مع هذيك إيمان خليف مزيان. بعدا بعدا باش ما كعرف هما غيجيبوا الميدالية في داك الجهة، وحنا داك الشيء تاع كرة القدم في انتظار خالد بقالي وفي انتظار خديجة المرضيعة المرضية. يلا المرضية ديالنا الله يرضي عليك البقالي إلى الأمام. وخي سكيتيوي برافو عليك بالله. واللعابة حكيمية، أما واحد الحارس يا سلام والله العظيم إلا برافو عليكم، فرحنا أكثر من القياس أخوتي. يا ربي تخرج هاد الفرحة بخير وعلى خير. إيش غدير؟ يلا باي بسلامة، باي 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 بالله، باي باي بسلامة.